أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. قالت منظمة اليونسكو إن قرابة 1200 صحفي قتلوا بين العام 2006 و2018 وهم يؤدون مهامهم في نقل الأخبار، وأكدت التقارير أن 9 جرائم من أصل 10 يبقى فيها الفاعل دون عقاب. إلى ذلك أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أن أكثر من 30 صحفيا قتلوا خلال الخمس سنوات الماضية، محملة ميليشيا الحوثي الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات التي طالت الصحفيين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين ودور المنظمات الأممية في إنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أن تبقى الحقيقة حية، هدف لا يزال يقف أمامه الكثير من العوائق في ظل الاستهداف المتكرر للصحفيين حول العالم. منظمة اليونسكو وفي معرض تقريرها عن الانتهاكات الصحفية قالت إن قرابة 90% من الأيادي ملوثة بدماء 1109 صحفيين بين عام 2006 و2018 لم تتم إدانتها، مشيرة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت زيادة بنسبة 18% في معدل جرائم القتل المرتكبة ضد الصحفيين. أما في اليمن وفي ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الجرائم ضد الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب، تقول تقارير صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين أن حالة الانتهاكات للحريات الصحفية في البلاد من قبل ميليشيا الحوثي والأطراف الأخرى لا تزال مستمرة، حيث سجلت تقارير سابقة مقتل نحو 30 صحفياً، وتشمل الانتهاكات التهديد بالملاحقة القضائية والتوقيف والسجن وحرمان الصحفيين من الحصول على المعلومات وعدم التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وعدم مقاضاة مرتكبيها. ويحمل التقرير ميليشيا الحوثي المسؤولية عن أغلب الانتهاكات التي لحقت بالصحفيين، فقد سجل التقرير 39 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين. وأمام حالات التنديد بالانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين، لا تزال ميليشيا الحوثي تواصل اعتقال العشرات منهم في سجونها دون تهم حقيقية، الأمر الذي يضع تساؤلا حول جدية المنظمات الدولية ليس في الضغط من أجل إنهاء محاكمتهم فقط، بل ومنع المجرمين من الإفلات من العقاب. لنقاش أوسع يضم إلينا من اسطنبول أو من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بك معنا سيد توفيق. انتهاكات عديدة يتعرض لها الصحفيون بين الخطف والتعذيب والقتل والاستهداف المباشر، برأيك أين دور الجهات المعنية من هذه الانتهاكات وبالتالي العمل على إيقافها؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر وضع الصحفيين في اليمن لا يخفى على أحد، هنالك الكثير من التقارير التي صدرت سواء لمنظمات حقوقية أو منظمات متخصصة في هذا الجانب، بما فيها الاتحاد الصحفي الدولي للصحفيين، والذي صنف اليمن من أسوأ البيئات التي يعمل فيها الصحفيون بشكل خاص في اليمن. الإشكالية الكبيرة اليوم أنه لا يوجد أي احترام للصحفيين من قبل أطراف الصراع جميعا. اليوم لا نستطيع في اليمن أننا نبرئ طرف من أطراف الصراع أو نقول بأن منطقة من المناطق التي يسيطر عليها طرف من أطراف الصراع يمكن أن تكون بيئة آمنة للصحفيين. الجميع مارس عملية انتهاك ربما ممنهجة في بعض الأحيان، مع اعترافنا بوجود فارق في حجم ونوعية وطبيعة هذه الانتهاكات، ولذلك اليوم يجب أن يكون هنالك تدخل وضغط دولي من قبل المنظمات الدولية المتخصصة بشأن قضايا الصحفيين أو من المنظمات الأممية وما فيها المبعوث
الدولي للصحفيين للضغط على هذه الأطراف، لأنه في النهاية حرية الصحافة اليوم هي معيار تشكل معيارا أساسيا لمدى احترام الدول والحقوق الإنسان من عدم. اليوم نحن نتحدث عن حقوق الصحفيين أو عن حرية الصحفيين أو عن انتهاك الصحفيين في اليمن، وهنالك أحكام صدرت بالإعدام، وهنالك صحفيين مخفيين ويحاكمون منذ 4 سنوات، هنالك صحفيين تم اغتيالهم أو قتلهم بالقذف عمدا كما لعدد من الصحفيين قيدت في ذلك. اليوم هنالك صحفيين معتقلين حتى في سجون الحكومة الشرعية، سواء في المكلم مثل صفوان المنيفي، أو حتى تم صحفيين اعتداء عليهم في مأرب، والبعض تم إطلاقه قريبا إلى غير ذلك. اليوم اليمن الإشكالية أنه لا يوجد احترام حقيقي، ولذلك اليوم يجب أن يكون هنالك تكاتف داخلي من قبل الصحفيين والناشطين والمنظمات لفضح كل هذه الانتهاكات، ويكون هنالك ضغط حقيقي من قبل المنظمات الأممية بالدرجة الأساسية، خاصة المبعوث الأممي والمؤثرين في هذا القرار. استمرار تسييس الملف الحقوقي المتعلق بالصحفيين واستمرار هذه الانتهاكات، بالتالي كيف تؤثر هذا النقطة تسييس الملف على أدائكم وتحرككم لكشف وقائع الانتهاكات في هذا البلد؟ للأسف الشديد الملف الحقوقي في اليمن كله أصبح ملفا مسيسا، سواء ملف الصحفيين أو المخفيين قسرا أو غيره. اليوم حتى هنالك إساءة للأسف الشديد ممن يعملون في المجال الحقوقي، يعني هنالك اليوم رصد حقوقي أحيانا تجده في اتجاه واحد يدين طرف في مقابل غض الطرف عن الطرف الآخر، وبالتالي يفقد كثير من المصداقية. ونحن اليوم بحاجة إلى ممارسة حقوقية قائمة على الحياد وقائمة على الإنصاف قائمة على الانتصار للضحايا. أنا أعتقد أن تثبيت وتأكيد مثل هذه القيم والخطوط العامة في العمل الحقوقي سوف يصب في الدرجة الأساسية والنهائية في صالح القضايا الحقوقية. طبعا جماعة الحوثي اليوم تحاكم الصحفيين بتهم سياسية واضحة، ولا الذين يتم انتهاك الصحفيين اعتقالهم لدى الحكومه الشرعيه وغيرها يتم اعتقالهم ايضا بتهم سياسيه، سواء كان من قبل الحراك او قبل الحكومه الشرعيه او التحالف. اليوم انا اقول الاطراف لا نستطيع طرف من الطرف الضغط بصوره كبيره. اليوم الدول الكبرى التي تتغنى بحريه الصحافه وتعتبر ان حريه التعبير عن الراي احد المقومات المدنيه والحضاريه واحدى مقاييس احترام حقوق الانسان، بالاضافه للامم المتحده، اعتقد هذه قادره ان تضغط بحيث تصبح قضايا حرية الصحفيين ضمن التقارير التي تصدرها وزارات الخارجية أو البيانات الصحفية للبرلمانات إلى غير ذلك. وهذا يتطلب كما قلت لك سابقا تكاتف داخلي وأيضا تشبيك مع المنظمات الدولية بحيث يكون هذا الملف حاضرا في أروقة هذه المنظمات وفي أروقة البرلمانات ولدى السياسيين، ويجب أن تكون هناك إحصاءات دقيقة بحيث يصبح هذا الملف حيا ضاغطا على كل الأطراف. تفضل بالبقاء معي سيد توفيق. أرحب بضيفي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي. مرحبا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم. برأيك إذن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين، وبالتالي من يتحمل مسؤولية عدم الأمان الذي يتملك الصحفيين أثناء نقل الأخبار ومعلومات الحرب؟ أولا أرحب بك وبضيفك الكريم. الأمر الأهم في هذا اليوم وهو يوم الاحتفال بعدم الإفلات من العقاب، للأسف الشديد في حالة الحرب يكون الصحفيين هم في الصف الأول للاستهداف من كافة أطراف الصراع، وخاصة من قبل الميليشيات التي ليس هناك ما تعتقد أنه إجراءات قانونية ضدها وتعبث بحال البلد وبحال حياة الإنسان. في الأساس في هذا اليوم أحب أن نركز بأن الإفلات من العقاب هو يعني عدم تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والصحفيين إلى العدالة.
التقارير الدولية تتحدث على أن 90% من مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في العالم لم يتم معاقبتهم ولم يتم محاكمتهم، وبالتالي تزداد عملية الانتهاكات حينما لا يكون هناك رادع لهذه العملية تكثر الانتهاكات. أضف إلى ذلك أن أعداد القتلى ازدادت بنسبة 30% من الصحفيين بسبب لهذا السبب، لأنه لا يوجد إلى الآن أي جهة تقوم بمحاكمة منتهكي الحريات الصحفية. القانون الدولي منقوص حتى الآن، هو يتحدث عن إدانة لتلك الانتهاكات، لكنه لا يوجد أي قرارات دولية تؤكد وبصفة قوية وجازمة على ضرورة محاكمة المنتهكين. إذن سيد نبيل، إدانات عديدة تصدرها نقابة الصحفيين وتحرك مستمر، لكن البعض يقول ماذا يمكن أن تقدم هذه النقابة غير بيانات الإدانة؟ هل ثمة تحرك أكثر فاعلية تقومون به من أجل الصحفيين المنتهك حقوقهم؟ في حالة الحرب لابد أن يكون هناك أولوية للرصد والتوثيق. نقابة الصحفيين هذه منظمة مجتمع مدني وليست أداة تنفيذية لمحاكمات أو محاسبة، هناك جهات مسؤولة من قبل الدولة هي المفترض أن تقوم بهذه المهام. منظمات المجتمع المدني عليها أن ترصد وتوثق وتوصل صوت الصحفيين وتوصل أصوات الضحايا إلى المنظمات الدولية وإلى المجتمع الدولي. نقابة الصحفيين مع الاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من النقابات العالمية للصحافة قدمت مشروع للأمم المتحدة بعمل ميثاق عدم الإفلات من العقاب، وتأمل النقابة أن يتم إقراره والاتحاد الدولي أن يتم إقراره من قبل مجلس الأمن وإصدار قرار بهذا الصدد. أضف إلى ذلك أن هذا القانون في حالة غيابه فإنه أيضا بحد ذاته يشكل نكرانا لحق الضحايا في العدالة والإنصاف. أيضا القضية يجب أن لا تنتهي حينما يطلق الصحفي، يعني دائما ما نعرف أن القضية الصحفي حينما يختطف أو حينما يعتقل أو حينما يتعرض لانتهاك معين يكون هناك تمديد وما إلى ذلك، لكن أول ما يتم الإفراج عنه أو حتى مقتله تنتهي قضيته. هذه أيضا جريمة وانتهاك في حق الصحفي الذي تعرض للانتهاك. لابد أن تكون القضية حية ولابد أن يكون هناك مواصلة. النقابة تقوم الآن بعملية الرصد والتوثيق وتزويد المنظمات بما لديها من معلومات في قضايا الانتهاكات، وبالتالي هذا ما يمكن عمله حتى الآن. إذن يعني هناك تساؤل، لماذا لا تحاولون كنقابة صحفيين الالتقاء بالمبعوث الأممي والضغط عليه من أجل ملف الصحفيين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات؟ لربما يعني كانوا خرجوا بحلول وتم النظر إلى هذا الملف. نقابة الصحفيين التقت بالمبعوث الدولي الأول والثاني والثالث أيضا، وقدمت ملفا متكاملا بكافة الانتهاكات من تلك الفترة، وأيضا التقت بلجنة التحقيق وقدمت عبر 3 جلسات للجنة التحقيق الدولية، وأيضا تواصلت مع اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات وقدمت كل ما لديها. النقابة هذا دورها، وبالتالي هذا أقل ما يمكن تقديمه خلال هذه الفترة. لكن المسألة حينما تظهر بأنه لا يوجد هناك تحرك فعلي من أجل إيقاف هذه الانتهاكات، للأسف الشديد الصحفيين والنقابة تشعر بالخذلان من منظمات المجتمع الدولي ومن المبعوث ومن المنظمات الدولية أيضا، خاصة أن المبعوث الدولي الأخير أظهر قطورا شديدا في تناول قضايا الصحفيين، خاصة أن الكثير من الإحاطات التي قدمها مؤخرا خلال العام الأخير لم تشر إلى الصحفيين ولو بإشارة، وبالتالي هناك تواطؤ من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إزاء قضية اليمن برمتها بما فيها قضية الصحفيين على وجه الخصوص. تفضل بالبقاء معي سيد نبيل، أعود إليك أستاذ توفيق. إذن هناك تواطؤ من قبل المجتمع الدولي، المنظمات الدولية تجاه ما يتعرض له الصحفيين في اليمن، كيف يمكن فهم هذا السياق ضمن ما يحدث للصحفيين من انتهاكات مستمرة حتى الآن؟
وفي حقيقة الأمر لا يمكن أن نأخذ جزئية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين دون النظر إلى مجمل التعامل مع الملف الحقوقي في السياق العام. اليوم هنالك كما ذكر الأخ هنالك فتور وهنالك ربما قصدية في التعامل. نحن اليوم للأسف الشديد كثير منا حتى المنظمات الدولية بما فيها المكتب المبعوث يتحدثون بأنهم عبارة عن ميسرين فقط، ليس لديهم القدرة على الضغط على أي طرف من الأطراف في أي ملف من الملفات، وبالتالي هم يتحدثون بكل وضوح بأن الملف اليمني أو الحل للقضية اليمنية هي يمنية بامتياز، نحن عبارة عن ميسرين ليس إلا. وبالتالي اليوم الصحفيين هم الطرف الأضعف، لأنه حقيقة الصحفيين اليوم ليس لديهم سند مسلح، لا نستطيع أن نقول أنهم ينتمون لحزب معين أو ينتمون لجهة معينة، هم ضحايا لدى كل الأطراف لأنهم يأخذون على كاهلهم واجب كشف هذه الحقائق وإبرازها للرأي العام. ونحن نعتقد بكل وضوح بأن الناشطين الحقوقيين والصحفيين هم يعني قاموا بجهد كبير جدا وأخرجوا القضية اليمنية من الحيز الجغرافي إلى الحيز العالمي، وبالتالي اليوم هم يتعرضون لأسوأ حملة انتهاكات سواء من كل الأطراف. وبالتالي هذا الأمر أنا أقول بكل وضوح نحن بحاجة إلى تشكيل جبهة داخلية حقوقية صحفية وتشبيك خارجي. اليوم الجميع سيخضل هذا الطرف، الجميع بأدوات إنفاذ القانون بيدهم، وبالتالي هذه الأدوات سوف تعطل. لا يوجد اليوم لدينا أي سند حقيقي إلا منظمات المجتمع المدني والناشطين أنفسهم. سيد توفيق، الأستاذ نبيل تحدث أن قضية الصحفي المنتهك تنتهي إما بخروجه أو بوفاته، بالتالي ما هي الإجراءات الواجب القيام بها لملاحقة من قاموا بانتهاك حقوقهم ومن قاموا بقتل هؤلاء الصحفيين؟ الإجراء الأول يبدأ بتوثيق ورفض مثل هذه الانتهاكات بحيث يحفظ حقوق الضحايا، هذا كخطوة أولى. يجب أن توصل هذه الملفات إلى الجهات المعنية والمختصة بما فيهم المقررين الخواص بحرية التعبير الرأي، الاتحاد الدولي للصحفيين. أيضا إذا استطعنا أن نرفع دعاوى قضائية في الداخل، ومع أن هذا الأمر فيه كثير من التعقيدات كما رأينا لصحفيين معتقلين إلى حد الآن في المقلة في صنعاء في مأرب، وكان قبل شهر في تعز استدعاء بعض الصحفيين من قبل الأمن السياسي، هذه فيها إشكالية كبيرة. لكن تبقى اليوم بالدرجة الأساسية هو الحفاظ على هذه الحقوق، على هذه الانتهاكات من خلال توثيقها وإيصالها إلى الجهات المعنية بحيث يتحرك الناس في المستقبل. وإذا وجد أي بصيص أمل لوجود عدالة حقيقية في أي منطقة من مناطق اليمن يمكن تحريك هذه الدعاوى القضائية، لأن قضايا التعويض هذه لا يمكن اليوم أن تسقط، خاصة للصحفيين الذين قتلوا أو نهبت بيوتهم أو أجبروا على ترك أوطانهم أو تعرضوا للتعذيب داخل السجون. هذه القضايا لا يمكن أن تسقط، التعويض سيبقى حق من حقوق الصحفيين أو أهاليهم اليوم أو غدا، أو ستدخل ضمن مرحلة العدالة الانتقالية إذا وجدت أي تحرك في هذا الإطار. نعم، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ نبيل، برأيك هل المجتمع الدولي الآن قادر على الضغط على الأطراف اليمنية سواء ميليشيا الحوثي وحتى الحكومة لوقف انتهاكات الصحفيين ولوقف استمرار هذه الانتهاكات بحقهم؟ للأسف الشديد المجتمع الدولي لا يستطيع يعني الضغط على كافة الأطراف من أجل إيقاف الانتهاكات في حق المدنيين وفي حق اليمنيين بشكل عام، فما بالك بالصحفيين. للأسف الشديد الصحفيين هم صحيح أنهم الصف الأول الذي تعرض للهجوم وتعرض للانتهاك أيضا، ولكن هو جزء لا يتجزأ من الكثير من شرائح المجتمع اليمني التي تعرضت للانتهاكات المختلفة. وبالتالي للأسف الشديد الجميع يعرف بأن اليمن تقع ضمن
حلقة من الصراع الإقليمي والدولي، وبالتالي هناك نقطة مهمة جدا يجب النظر إليها. الجميع يعتقد أن هناك سيكون هناك أشبه بحل سياسي أو بمصالحة سياسية أو بكثير من الأطر التي توقف الحرب وتنهي الحرب، بما يقسم أو يقسم هذا البلد بين مراكز النفوذ، وبالتالي سيكون هناك أشبه بمسح لكل خطايا الأطراف إزاء الانتهاكات، بمعنى سيكون هناك تواطؤ من كل الأطراف من أجل السكوت عن الانتهاكات التي حدثت في السابق، وبالتالي هناك من يكابر من أو يتمادى في الانتهاكات لأنه يعرف جيدا بأنه لن يحاسب، وهذه هي الكارثة التي يتضرر فيها الكثير من اليمنيين بما فيهم الصحفيين. بالتالي مسؤوليتكم في متابعة وملاحقة منتهكي حقوق الصحفيين كيف ستتمثل إذا ما كما ذكرت في حال وجود حل سياسي ومصالحة؟ دور النقابة أو الصحفيين أو الحقوقيين هو مواجهة مثل هذه القضايا وهذه العوائق. لابد من الإصرار على حقيقتنا في الحصول على رد اعتبار ومنع لهذه الانتهاكات مهما كان الثمن. الضحايا يتساقطون، هناك أكثر من 30 صحفيا قتلوا في هذه الحرب، وهناك الكثير من الصحفيين المعتقلين وخاصة لدى ميليشيات الحوثية. الجميع ينتهك ولو بنسب مختلفة للحريات الصحفية يعني في كل المحافظات الجمهورية. لابد من أن يكون مرحلة الرصد والتوثيق وأيضا جمع المعلومات لابد أن تتواصل حتى فيما بعد إنهاء الحرب. لابد أن يكون هناك متابعة لهذه القضية، لأن الجريمة لا تسقط بالتقادم، خاصة وأن هناك زملاء قتلوا بالسم، وهناك من تم قنصهم أمام عدسات الكاميرا، وهناك من تم ضربهم بقذائف مباشرة. للأسف الشديد نحن أيضا نشعر بالخذلان الشديد أيضا من الحكومة التي تخلت عن دورها في عن الصحفيين المختطفين وأسر الصحفيين الشهداء والصحفيين الموقوفة رواتبهم منذ 4 أعوام حتى الآن. الكثير من القضايا الصحفيين المفردين في الداخل وفي الخارج الحكومة أيضا تخلت عنهم، وهذه أيضا تعتبر انتهاك لما تعرضوا له سابقا. عضو مجلس نقابة الصحفيين نبيل الأسيدي، كنت معي من جنيف، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر ضيفي رئيس منظمة سامي للحقوق والحريات توفيق الحميدي، كان معنا من فيينا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات معين هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة وأيضا من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.